وهنبتدي كالعادة مع الشاعر نعيم عاطف وشاعر بعنوان كرباج. أنا عارف إن الرب كبير ومقامه فوق الكل ومحدش يقدر يعلى عليه، واللي يخافه واللي يهابه واللي بيتمسك فيه لازم 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 ربنا يحميه. مهما يكون ضعفان عدمان ربنا لازم هيقويه، مهما يكون متداس متان ربنا هيعليه. وانا شخصيا عارف ان التقوى هي سلاحي وجند الرب جنودي، وجيوش الرب هتحرسني وهتحمي حدودي. مع ذلك انا بسأل نفسي وانا مكسوف، مكسوف من ضعف ايماني وبرودي، انا بسأل نفسي ليه كرباج عدنان في ايدين عسكري غلبان بيخوفني ويهددني ويخليني انسى وعودي وانسى مقامي وانسى وجودي واتراجع خايف وانا ناسي كل عهودي. اديني يا رب، اديني يا رب ايمان ثابت يتمسك بالمواعيد، وافتح لي عينيا عشان اثبت وايمان يزيد واشعر بوجودك واتشجع وما خافش من التهديد يا رب. ليه كرباج عدنان في ايدين عسكري غلبان بيخوفنا كلنا ويخلينا نعمل حاجات مش عايزين نعملها، او ما نعملش حاجات عايزين وعارفين اننا مفروض نعملها؟ هل في ناس زينا عرفوا يرضوا ربنا ويكرموه بحياة التقوى وما يخافوش؟